يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده ازاي نقدر نرسم مستطيل هنا في الاكتيفيتي بتاعتنا بتاعت الايمج فيو. فلو جبنا هنا الكود رحنا لايمج فيو كلاس وجينا هنا في بعد ما رسمنا او حملنا الصوره ممكن هنا نبتدي نكتب الكود بتاع الريكتانجلر. فمثلا ممكن نكتب هنا في كلاس اسمه ريكت، ممكن نسميه ريكت، هنقول اسمه نيو ريكت. بعدين عملنا كنترول شيفت او فهو ممكن يصلح لنا الامبورت. وبعدين بعد كده هنا ممكن نقول ان نديله الابعاد بتاعته بتاعت الريكتانجلر ده، خليكم مثلا هنقول ريكت دوت سيت. وبعدين ندي الاكس الواي مثلا ممكن نحطها عند 600 بكسل. وبعدين بعد كده نخليه ياخد كل الويدث بتاعنا اللي هو الكانفاس جيت ويدث. وبعدين بعد كده نخليه وليكن هياخد النهاية تكون في 650 بكسل بالنسبة للواي كوردينيت. بعدين بعد كده ممكن نعرف another class اسمه paint اللي هو ممكن نخليه نقول انه هو ده هيبقى البينت بهذا الشكل. بعدين برضو نقول نيو بينت. وهنا ممكن نغير الكلر بتاعه عن طريق البينت ده، يعني نحط البينت ده يكون زي الكونفيجريشن بتاعتنا. فنقول هنا سيت كلر وهنا مثلا نديله كلر كلر دارك جراي. وبعدين هنا جوه الكانفاس ممكن ندرو الريكتانجلر وهنا نحط الريكتانجلر اللي احنا عملنا له كرييشن. وبعدين بعد كده نحط البينت بتاعنا بهذا الشكل. في فانكشن في الاخر برضو ممكن نبقى نستخدمها اسمها invalidate. فلو جينا عملنا سيف للكود ده وبعدين هنا عملنا دبل كليك عملنا run as Android application، دلوقتي الابليكيشن حصل لها deployment. فلو جبنا هنا السيميليتور وعملنا كليك على image ففعلا دلوقتي الريكتانجلر ظهر عندنا هنا في المكان اللي احنا قلنا له عليه اللي هو ما بين 600 بكسل و650. طبعا الكلاس بتاع كانفاس ده فيه مجموعة من another draw. طبعا ممكن نبقى يعني لو عايزين اي حاجة بعد كده مثلا لو هنا شفنا ممكن نكتب كانفاس بهذا الشكل وبعدين نقول هنلاقي مثلا draw، ففي draw arc والبيت ماب وفي draw circle draw lines. فاحنا بس عملنا النهاردة يعني عملنا في الفيديوهات دي مجموعة من الامثلة، بعد كده ممكن نجرب نبقى عارفين ان الدرو نقدر ندرو بيه حاجات كتير. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.